من السيد فلاح. مساكم الله بالخير. يعني اعذروني على يعني عديت على العرض في عجاله، طالبني بعد اداره الندوه باختصار. في العموم نتكلم عن يعني بعد تقديم تعريف صناديق التقاعد وكيفيه عملها، تشكيل مجالس الادارات، مهام اعضاء مجالس الادارات والادوات الرقابيه الموجوده لديها، من ثم المطلوب من مدير الاعمال في مجال التنفيذ بشكل عام، وسينطبق ايضا على التامينات الاجتماعيه. كتقديم يعني الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الانسان، كان مذكور في الاعلان العالمي لحقوق الانسان صادر سنه 1948. يقول النص: لكل شخص باعتباره عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي، وله الحق في الحصول على اشباع حاجاته الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التي لا غنى عنها لكرامته وللتضامن بحق شخصيته، وذلك بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي مع مراعاه ظروف الدوله ومصادرها. وذكر ايضا في الدستور مملكه البحرين: لكل شخص الحق في مستوى معيشه كافٍ لتأمين صحته وحاجته المادية وصحة حاجات أسرته، وخاصة تلك المتعلقة بالمأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية إلى آخره. ويعني بمعنى أو بآخر أن هذه المواد في الدستور تثبت مسؤولية الدولة عن توفير خدمات التأمين الاجتماعي. في تعريف صناديق التقاعد وكيفية عملها، هي صناديق تقوم بدفع رواتب للموظفين بعد أن يصلوا إلى سن التقاعد، وحتى لو وفق قواعد وشروط محددة تمول من الموظف رب العمل أو أحدهما. في حالتنا هنا في البحرين هي تمول من الموظف ودفع رب العمل لحقوقه مباشرة في هذا الصندوق، وتحتسب الاشتراكات على أساس دراسة اكتوارية. هذا الاسم هو الفزاع اللي يربطون فيه كل شيء، دائما نسمع الحجز الاكتواري والعجز الاكتواري، فما هي الدراسه الاكتواريه؟ بالتعريف، العلم الاكتواري هو علم يجمع بين علوم الرياضيات والعلوم الماليه والاحصاء والاحتمالات والتمويل والاستثمار والتامين والاقتصاد، يجمعهم في قالب واحد لقياس المخاطر المستقبليه. عشان نبسط هذا التركيب او التعريف المعقد، يستخدم الخبير الاكتواري علم الاحصاء والرياضيات لدراسه جداول الوفيات، ليستنتج ويتوقع اعداد الوفيات من العاملين المسجلين في التامينات، وبالاضافه الى من يتوقع تسجيله مستقبلا، ليصل الى اعداد من سيتم صرف الرواتب لهم المدة المتوقعة لذلك. بمعنى أنه لو درس جدول الوفيات واستنتج أن معدل الوفاة عندنا في البحرين 75 سنة وسن التقاعد 65، فذلك يعني أن الصندوق سوف يصرف على المتقاعد من سن 65 إلى سن 75، وعلى أساس هذه المعلومات يتم ربطها بعدين بعلوم المالية، ويحول هذه النتائج إلى بيانات مالية تحدد المدخول الذي يكفي للإيفاء بمسؤوليات الصندوق والتكاليف الإدارية، مع الأخذ بالحسبان إلى مدخول الاستثمارات اللي ممكن يقلل اللي يفترض أنه يقلل الاشتراكات، على أساس أن الأموال الاشتراكات سوف يعني تكبر بالاستثمار، ويتم تحديد المنافع التي يمكن للمشترك الحصول عليها بناء على الدراسة. يعني عشان يعني نبسط العملية، المعادلة المالية هي رواتب مثل ما تشوفونها على اليسار، رواتب التقاعد المتوقعة زائد التكاليف الإدارية للموظفين ويعني لتسيير عمل الهيئة، يجب أن تكون مساوية أو أقل من الاشتراكات زائد مدخول الاستثمار للمشترك كفرد والصندوق ككل.
لأن أحد العوامل الرئيسية هي أن يجمع كل فرد في المتوسط ما يكفي لدفع رواتبه التقاعدية، مع الأخذ بالاعتبار الاستثمار الجماعي والحساب الفردي، بمعنى أن يعني هو فعلاً يجب أن يجمع كل فرد ما يكفي لدفع رواتبه، ولكن عملية الاستثمار يجب أن تتم جماعياً حتى نستطيع الحصول على عائد أكبر. ولا يجب الاعتماد على صرف ما يتم استحصاله من اشتراكات اليوم للمشتركين اليوم للدفع للمتقاعدين الحاليين، والا سنصل الى الافلاس او العجز الاعتباري. هذا نموذج ل يعني شلون يفترض ان تمشي الصناديق التقاعديه بشكل عام. فيعني هاي نموذج يروي لو كان موظف بدا براتب 400 دينار يجب أن يستحصل منه لو افترضنا 15% 720 دينار، فمجموعها في التراكم 720، ولكن يجب أن يكون في حسابه في نهاية هذه السنة 756 ب يعني عائد استثمار لهذه المبالغ نفسها. فبالتالي مع زيادة 3% في السنة يفترض أن يصل راتبه بعد 30 سنة إلى 943. يكون في هذه الفترة الاشتراكات الفعلية اللي دفعها تساوي 34,000 دينار، ولكن مع دخول الاستثمار يجب أن يكون تراكم لديه في حسابه 71,000 دينار. بعدين في فترة التقاعد تبدأ عملية عكسية، أن هو جمع 71,000 دينار، إذا تشوفون في الجدول على اليمين جمع 71,000 دينار، ولكن يصرف له راتب سنوي مقدار 5,000 دينار. فيفترض أن يبدأ الحساب بالنقصان، ولكن يعني هذا المبلغ يستمر استثماره، فهو ينقص بقيمة ما يصرف منه ولكن يزيد قليلا بالاستثمار، فيفترض أنه يكفي إلى 27 سنة بعد التقاعد. هذا يعني فقط للتوضيح وكمثال. تشكيل مجالس الإدارة. أغلب المؤسسات تنتخب الجمعية العمومية والتي تشكل من المساهمين مجالس الإدارة للمؤسسة، فيعني لأنهم مساهمين أساسا فهم يعملون على تحقيق الهدف من تشكيل المؤسسة وتحقيق مصالحهم كمساهمين. إذا جينا نشوف الهدف من إنشاء هيئة التأمينات الاجتماعية هي إيجاد مؤسسة توفر للعمال والموظفين وأصحاب المهن الحرة المسجلين اختياريا إمكانية الحصول على رواتب تقاعدية من خلال اشتراكاتهم وتحصيل حقوقهم في أبواب الأعمال، بالإضافة إلى تأمين ضد العجز وحوادث العمل. الحين نشوف تركيب العملية لمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، و نشوف انه في طبعا الرئيس يعينه مباشره من الحكومه، ثلاثه تعينهم الحكومه او يمثلون الحكومه كصاحب عمل، اثنان من ذوي الخبره ايضا تعينهم الحكومه ممثلين للعاملين في القطاع الحكومي ايضا تعينهم الحكومه، وهذا نتاج لقرار بمنع النقابات الحكوميه او العمل النقابي في المؤسسات الحكومية، وترتب عليه أنهم يسمون ممثلين العاملين في القطاع الحكومي، وطبعا هو قرار جاء من الحكومة وغير قانوني أيضا. وعندنا أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وثلاثة آخرين ممثلين عن العاملين في القطاع الأهلي. يعني لو شفنا ما هي مصلحة أصحاب الأعمال في وجودهم في هذا المجلس الإداري، يعني بالنسبة لهم دائما تقليل مسؤولياتهم وهدفهم ومصلحتهم والاستفادة من استثماراتهم. التأمينات الاجتماعية هي يعني يمكن أكبر مستثمر في البحرين. بالنسبة إلى الأعمال مصلحتهم في وجودهم تأكد من وجود استثمار آمن، استدامة الصندوق، تحقيق نتائج مالية عالية واستقرار مستقبلي. بس لما نرجع إلى ممثلين الحكومة لهم يعني تسعة عمليا من يعني اللي من تعينهم الحكومة نشوف مصلحتهم، هو نظريا يقدر أنهم يعني يحققون ما جاء
الاختلاف في الدستور من كون الدولة تكفل إلى المواطن ضمان اجتماعي، ولكن بالممارسة العملية وبعد ما يعني شفنا كل هاي الفساد في التأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ودفاعهم عنا واصطفافهم يعني مع هذه القرارات، يتبين أنهم يمثلون فعليا مصلحة من عينهم لا أكثر ولا أقل. مهام أعضاء مجالس الإدارة، طبعا ينقسم أعضاء مجالس الإدارة إلى أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين. الأعضاء التنفيذيين طبعا يعني تختلف هيكلية المؤسسات من مؤسسة إلى أخرى، هناك مؤسسات يعني تشكل مجلس الإدارة وينتخب أو يتم اختيار شخص واحد كرئيس تنفيذي، ولكن في مؤسسات ثانية يكون فيها فريق من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيس تنفيذي يسمون مجلس تنفيذي أو إكزيكتيف كوميتي، هم من يديرون هذه المؤسسة. المهمتين الرئيسيتين هم رسم السياسة العامة للمؤسسة، وهذه مهمة يعني للأسف حتى المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية لا تقوم بهذا الدور عندنا في البحرين أو في المنطقة يعني بشكل عام. يعاد إلى الرئيس التنفيذي بتقديم الاستراتيجية إلى مجلس الإدارة ومن ثم يتم الموافقة عليها، بينما الأصل أن يقوم مجلس الإدارة هو نفسه برسم السياسة العامة للمؤسسة، ويقوم المجلس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي بالتنفيذ فقط. هذه المهمة الرئيسية الأولى. المهمة الرئيسية الثانية هي مراقبة والإشراف على أداء الأعضاء التنفيذيين والإدارة العليا للشركة بما فيهم يعني الرئيس التنفيذي وإذا كان في لجنة تنفيذية. وهني من يعني في أفضل الممارسات ينصح بأن لا تكون يعني الأعضاء التنفيذيين لا يتجاوزون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، حتى إذا يعني صار تقييم إلى عملهم لا تكون لهم الغالبة في التصويت أو في اتخاذ القرار. طبعا من ضمن مهامهم اختيار وتقييم ومكافأة الرئيس التنفيذي. يعني احنا في حالة التأمينات الاجتماعية على الأقل يعني غير مناسب لمجلس الإدارة هذا الدور. الرسم والإشراف على نظم إدارة الأخطار بمعنى أو بآخر تحديد ما يمكن للإدارة التنفيذية عمله وما لا يمكن لهم عمله دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية كالموافقة على الموازنات السنوية والحسابات والخطط والمشاريع المهمة. يعني بس هذه الباقي حقوق الإداري لممارسة دور الرقابي. يمكن غيب عن يعني أعضاء مجلس الإدارة أن لهم حقوق، يعني بإمكانهم يعني تعيين مستشارين مستشاري مالي، مستشاري اعتباري، مستشاري اقتصادي على حساب الهيئات نفسها. يعني لما يستأثر على عضو مجلس الإدارة موضوع معين ما يقدر يتخذ فيه قرار، كان يكون يرجع إلى مستشار معين إلى هذه المهمة فقط. من حق الإدارة تفتيش وحرية الوصول إلى المعلومة، بإمكانه تدقيق الحسابات، تدقيق الإجرائي، مناقشة المسؤولين، ولكن وفق ضوابط معينة منها يعني طلب المصباح وإلى آخره. يعني من الصعب أن يوم قرار الموازنة من مجلس الإدارة أن يطلب التدقيق في الحسابات، هذه خطوات يجب أن تتم سابقا. طلب تقارير من الإدارة التنفيذية، تقارير المالية غير مدققة قبل لا يصير التدقيق عليها، تقارير الأداء، تقارير الاعتبارية. من حق عضو مجلس الإدارة الاطلاع على المراسلات الداخلية والخارجية، طبعا من حقه أن يعارض ويتحفظ ويطلب تأجيل الاجتماعات للتشاور. الأهم في هاي العرض كله مطلوب من ممثلي الأعمال في مجالس التمثيل فرض دورهم في رسم استراتيجية العمل، وإن كان يعني الجو العام أو الممارسة في البلد يعني ما لا تمشي بهذا الطريق، ولكن يجب أن نبدأ نحن يعني بأخذ دورنا بالكامل. مطلوب منهم دور فعال في الرقابة واستخدام كافة الأدوات المتاحة إلى أقصى درجة. مطلوب إطلاع العمال والموظفين بالرأي العام على ما يجري وتسجيل المواقف أمام الملأ عندما تحكم
تركيبة المجلس 9 مقابل 3 إلى الأموال، يجب أن يكشف إلى الرأي العام عندما يتم اتخاذ قرارات أو قرار يعارض الأموال. يعني في نقطة يمكن أتمنى من المحامين الموجودين بعد أن يعطونا الرأي فيها، هي يعني كم الفساد اللي شفناه في 10 سنوات في تقارير ديوان الرقابة المالية، لم يستطع أحد أن يقاضي أو يحول المسؤول إلى النيابة، ودائما يعني حتى النواب لو حاولوا يكون الرد على الاختصاص، ولكن في النهاية عضو مجلس الإدارة هو يعني أو مجلس الإدارة نفسه هو المسؤول الأول عن عمل أي مؤسسة. فباعتقادي هذا يعطي الحق لأعضاء مجلس الإدارة ومقاضاة الرؤساء التنفيذيين أو الإدارات التنفيذية عندما يتم تجاوز القانون أو تجاوز الصلاحيات التي أعطيت لهم من خلال مجلس الإدارة. وأصل إلى نهاية العرض، شكراً.